خالتي، كي راكم؟ راكم لاح. اليوم جيتكم بوصفة جديدة بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. جيتكم بوصفتنا احنا المشهورة بها من تقاليد ولاية وهران، هي نديرو الرقاق. الرقاق كيجي المولد تاعنا، هذا مولد النبوي الشريف، نديرو الرقاق نحتفلوا به. هذا الرقاق بغيت اليوم نشارككم به هذه الوصفة ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم. تعجبكم. اول حاجة نحتاج الى سميد، سميد رقيق هكذا، سميد، شوية تاع ملح حسب السميد، الملح على حسب السميد، ونجيبو ربع كاس تاع خل. الخل هو محسن العجائن، غادي يعاوننا الرقاق باش ينجح لنا. نديرو قلت لكم ربع كاس صغير تاع خل، ونحاولوا نلموا الخليط تاعنا بالماء. الماء يكون دافي عادي، ما يكونش سخون، يكون نورمال، يكون دافي، ماشي بارد ومشي سخون. نحاولوا احنا نلموا العجينه تاعنا. الرقاق معروف بالعجين، لازم نتعجن لا بيتخا لا والو، لازم باليدين، ولازم لها الصبر باش يخرج لكم الرقاق. نلمو العجينة عادي، الآن حياتي هلا بعد ما لمينا العجينة تاعنا، ما تخليناهاش طرية كامل، لازم تكون شوية، ماشي قاصحة ومشي طرية، لازم تتعجن. الرقاق معروف بتكون بالعجين، لازم نعجنوه. كيفاش نعجنوه؟ بعد ما لميناها نبداو نعجنو فيها غير كيما هاك، ندو ونجيبو، ماشي كيما هاك حتى نقطعو العجينة، لا. هاك هاك غير هنايا كيما هاكا، هاكا ندو ونجيبو غير هاكا. كنعجنو حوالي 20 دقيقة. ساعة ساعة نشمخو يدينا هاكا بالماء ونبداو نعجنو. غير تماك ونجيبو هاك، لازم كيما هاك ساعة ساعة قلتلكم، ندخلو يدينا في الماء ونبداو منشمخوش بزاف غير شوية. انا نعجنه مليح حوالي 20 دقيقه، ما نقدرش نوريكم كامل 20 دقيقه، راهي طويله بزاف، طول الفيديو. نعجنه عاود نرجع لكم. مرات 20 يعني 20 دقيقه. شوفوا كي رجعت لي العجينه بيضاء، شوفوا كي رجعت هكذا، شوفوا كي تحسوها تطرطق تعرفوها بلي تماك العجين تاعها راه مليح. كيما هكا غير تماك تدو وتجيبو. هكذا كي تحسوها بلي طرطق نزيدو هكا، شمخو يدينا بالماء هكذا ونعجنو بيها. هكذا نعجنوها، نعاودو نفس الشيء مرة ثانية. هكا
هكذا كتحسوا عجينتكم تقطعتك، تعرفوا بلي عجينتكم راهي معجونه. انا عجنتها بحوالي نص ساعه، لازم ركاك كي تعجن على هو يقول لك يحب الصبر باش ينجح لكم. جيبوا هذيك العجينه تاعكم، جيبوا الخل، حنا درنا في العجينه الخل لكن غادي نزيدو نضيفو هكذا نمسحوها ونعاودو من هنا ثاني. نحاول ندخلو في العجينه هذاك الخل، شوفوا العجينه دير بوريطات زعما تعرفوا بلي عجينه راهي مليحه. هاي العجينه تاعنا تاع الروكاك معجونه مليحه. بعد ما عجنا العجينه تاعنا نجيبوا السنيوه ندهنوها بالزيت، ونجيبوا العجين تاعنا نديروا دوائر صغار. كل ما درتو دوائر صغار صغار بزاف غادي تجي العجين يجي رقيق. لازم كيما الحبه تاع البيض كيما هكا كي حبه تاع البيض. كيما الحبة تاع البيض كيما هكا والان حبيباتي ها ولا بعد ما قطعناه كامل. انا درت كمية قليلة على حسابي، نتوما اللي بغيتو تضعفو ضعفو السميد تاعكم. وهنايا كي بعد ما قطعناه ندهنو هكا بالزيت، ندهنو كل حبة بالزيت تاعها هكا. ولازم تغطوه تخلوه يريح. حنايا انا نخليه كي شغل نديرها الصباح ونخليه حتى الحشيه نبدا نطيب فيه. يا مهما خليتوه يريح يساعدكم كي تحلو فيه ويجي الرقاق يجي هايل ويجي رقيق وما يتقطع لكمش. خطر لا بديتو دوك طيبو فيه هكا ما غادش ينجح لكم، من المستحيل ينجح لكم هكا الرقاق. الرقاق يبغي يريح، يبغي لكم الصبر في كل شيء. هكذا بعد ما دهنتهم غايه بالزيت نديرهم نغطيهم بالبابي بالساشي. لازم يكون ساشي تاعكم يتغطى، ما تخلوش كاع الهواء يدخل له باش ما تلبسناش العجينه، ما ديش هذيك الطبقه اللي من فوق. هكذا نغطوه مليح الساشي كيما هكا. ونخلوه قلت لكم واحد الربع سوايع ولا خمسة يريح. بعد ما يريح ان شاء الله نرجع لكم مرتاح مليح مليح. نحاولو حنا نحلو المخا تاعنا، نحلوها كامل هكذا، نحاولو نحلو كرايسة. شوفوا كي تريح راهي تحل لكم مليح. لازم ترقوها ديروها رقيقة مليح مليح هكذا.
وهنا نبدأ نحطه في الطاجين تاعنا يكون حامي سخون، ونبداو نطيبو فيها قد ما تنشف غير شويه وهنا بعد ما شويه نشفت نقلبوها عادي. هكذا ونحوها ونديرو واحدة اخرى هادي، وهكذا نطيبو كامل كيما هكا. طيبو كامل، وعندنا باش ما نطولش عليكم نطيب هذه الكمية كاع اللي عندي ونرجع لكم ان شاء الله بعد ما كامل نطيبها ان شاء الله. حبيباتي ها هو الرقيق تاعنا، شوفوا كي خرج داير، يجي رقيق، شوفوا كي يجي ها هنا. انا قعدت الحواشي هذو اليابسين نقلعوهم وناكلوهم هذوك، نحمروهم هكا وناكلوهم بالعسل للقهوه، وهذا نديروه طاجين الرقاق. بمناسبه المولد النبوي صلى الله عليه وسلم حنا نديروا الرقاق، هذا معروفين بالعواشر تاعنا بالرقاق. حبيباتي هذه هي الوصفه تاعنا تاع الرقاق، تعدتها لكم اليوم. اذا حبيتوا المرقه تاعها غادي يمر فيديو هذا ان شاء الله، تلقاو الفيديو تاع المرقه. ما حبيتش ندير لكم فيديو طويل تاع المرقه والرقاق يجيكم طويل بزاف، درت لكم الرقاق وحده والمرقه وحده. اذا حبيتوا الوصفه تاع الرقاق تاع المرقه تلقاوها مور هذا الفيديو ان شاء الله. وهنا حبيباتي نتمنى حبيبتي الوصفه تاع اليوم تعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد احبائي مني، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام مع فيديو اخر ان شاء الله. وعواشركم مباركه، وكل عام وانتم بالف خير.